مساء الخير مشاهدينا، أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير. أقدم لكم النشرة الاقتصادية من قناة سما، والبداية بالعناوين. الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات تحذر المواطنين لا تقبلوا فاتورة تقل عما دفعتموه ثمنا للقطعة. المركزي الروسي يلمح لإجراء سيدعم الروبل خلال اجتماع مجلس إدارته القادم. بيّن نقيب الصاغة غسان جزماتي أن حركة البيع تحسنت بشكل ملحوظ مع حلول العيد، لما يحمله معه من مناسبة تهدى فيها قطع الحلي والمصبوغات الذهبية، رغم أن هذا التقليد لم يعد متبعا بالنسبة لبعض شرائح المجتمع، منوها بأنه لا يزال محل تعامل من قبل بعض شرائح المجتمع الأخرى. ولفت جزماتي إلى مسألة أخرى تتعلق بتنظيم السوق، حيث طالب كل المواطنين بالانتباه إلى مضمون الفاتورة التي يحصلون عليها لدى شراء الذهب، بالنظر إلى أن بعض باعة الذهب يبيعون الليرة الذهبية بسعر أعلى من أسعار الرسم الصادر بالنشرة السعرية عن النقابة بمقدار يصل وسطيا إلى 150 ألف ليرة، وعند تحرير الفاتورة يقيدون السعر وفقا للنشرة الرسمية، ما يعني خسارة المواطن مبلغ لا يقل عن 150 ألف ليرة في حال بيع الليرة الذهبية، مطالبا كذلك من يتعرض لهذه الحالة باللجوء إلى النقابة وتقديم الشكوى ولو شفهيا مع رقم الفاتورة إلى حين قدومه إلى النقابة أو محل البيع لإعادة حقه إليه ومعاقبة بائع الذهب بما نصت عليه اللوائح الداخلية للنقابة. تجاوز عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها مديرية نقل ريف دمشق خلال النصف الأول من العام الجاري 120 ألف معاملة، وذلك عبر مقرها الرئيسي في حرستا ومراكزها الفرعية الثلاثة الموزعة في النبك وسجايا والكسوة، وفق مديرها عمر خراطة. وأوضح خراطة أن المعاملات المنجزة تخص كل فئات المركبات، منها 44 ألف معاملة عن المحافظات الأخرى، مؤكدا أن المديرية تتابع العمل وفق برنامج المعاملات المركزي والدفع الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه، كما تم الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا والربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. استلم فرع المؤسسة العامة للأعلاف بإدلب 7106 أطنان من الشعير من فلاحي المحافظة منذ بداية عمليات الاستلام نهاية الشهر الماضي. وبين مدير الفرع المهندس عبد العزيز سراق بأنه يتم استلام الشعير من الفلاحين عبر ثلاثة مراكز استلام متوزعة على مناطق سنجار وأبو الدهور وخان شيخون، وتتركز أماكن زراعة الشعير في منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة وخاصة سنجار وأبو الدهور في الريف المحرر من إدلب. ألمح نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين إلى أن البنك قد يرفع سعر الفائدة الأساس خلال اجتماع مجلس إدارته القادم في 21 من تموز يوليو المقبل. وأضاف زابوتكين أن السبب وراء ذلك يعود لمخاطر مرتبطة بالتضخم، وقال نظرا لأن معدل 7.5% خلال الفترة الماضية كان متوافقا مع تقديراتنا لما هو مطلوب لتحقيق الاستقرار في مؤشر التضخم عند 4%، لكننا الآن نرى أن ميزان المخاطر يرجح لصالح التضخم. ويؤكد الخبراء أن رفع المركزي الفائدة سيدعم العملة الروسية، لكن ذلك يعتمد بشكل أساسي على حجم الزيادة.
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه لا يستبعد تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك، وكرر أن أغلب البنوك المركزية لا تزال ترى وجاهة في تنفيذ عمليتي رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام. ونقلت رويترز عن باول في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في سنترا بالبرتغال قوله: لقد قطعنا شوطا طويلا فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التوقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد. باول أوضح أنه بغض النظر عن إيقاع تحركات السياسة النقدية المقبلة، ترى اللجنة بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حاجة للمزيد من العمل فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية لتخفيف الضغوط التضخمية. إلى اللقاء.